أكدت شرطة منطقة المدينة المنورة في بيان رسمي مباشرتها حادثة انتحار فتاة بسبب لعبة إلكترونية في حادثة هي الثانية التي تشهده المملكة خلال أيام بعد حادثة أبها. الطفلة الضحية تبلغ من العمر 13 عاماً وتسكن في إحدى القرى المجاورة للمدينة المنورة، وقد قامت بشنق نفسها بسبب لعبة الحوت الأزرق الإلكترونية.